مكتوب في الأيدي. يعني بصراحة إحنا كوزارة داخلية أو كوزارة دفاع ما نقدر لا نحرك لنا سيطرة لا نحرك لنا فوج لا نحرك لنا كذا. تقرأ ولما تتناقش مع دولة الرئيس القائد العام بالقوات المسلحة إنه ما هي الغاية من عملية التقاطع وكثرة القيادات والقرارات داخلية دفاع قيادة عمليات مشتركة قيادة عمليات بغداد، هذا يسبب إرباك، هذا يعني يؤثر على المشهد الأمني أكثر مما يقدم له خدمة. لماذا هذا الملف كل ما يناقش أيضا يصل إلى طريق مسدود؟ ما هي الغاية من تعدد القرار الأمني وتعدد القطعات؟ أولا تعدد القرارات الأمنية والارتباطات حقيقة تولد تعقيد في الوضع الأمني. النقطة الثانية، يعني هسه من تجي تأخذ قيادات عمليات بغداد على سبيل المثال بها فرقتين شرطة اتحادي وثلاث فرق من الجيش، وزارة الدفاع تدرب وتسلح وتجهز، وزارة الداخلية تدرب وتسلح وتجهز وتنطي، تقاد المرض من قبل قائد عمليات بغداد ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة. احنا كوزارة الداخلية او كوزارة الدفاع ما نقدر لا نحرك لنا سيطرة لا نحرك لنا فوج لا نحرك لنا كذا. مكتوب في الأيدي يعني بصراحة، يعني وزير لازم يلجأ إلى قائد العمليات يقول لي أبدأ أغير آني. زين يا هلا قائد العمليات والوزير الوزير إلى شلون أنا ألجأ أنا كوزير يعني ألجأ وكأنه يعني هسه تجي تأخذ كأنه أخذ الأمر من قائد العمليات، مو هذا يعني حتى للموقع لا يليق. عدة مرات طرحنا الموضوع حقيقة، يقال إنه الإرهاب بعده موجود أو كذا. إيه أنت من تجي في الحقيقة الآن أخذ بغداد تلقى فقط مقر لواء 27 وفوج بالمنصور في قلب بغداد. زين طيب هذا الفوج ما نقدر نعوضه مثلا فوج شرطة اتحادية أو فوج طوارئ، والمنصور منطقة مستقرة أمنيا والأعظمية كذلك. يعني إحنا دائما أكو إرهاصات، بس في الحقيقة من يصير شيء المواطن يقول لك أين دور وزارة الداخلية أين دور وزارة الدفاع؟ حقيقة ما إلها دور، إلها دور فقط بالتسليح والتجهيز للقطعات اللي هي بأمرة قائد عمليات بغداد، من تجي إلى الانفتاح إلى المناورة بالقطعات إلى تنفيذ الواجبات إلى المداهمات إلى قطع الشوارع إلى الدخول بالإنذار إلى رفع الإنذار. إحنا نسمعها أمرار، يعني حقيقة تجينا رسالة بها ما مناقشينها. مو صعبة؟ جدا صعبة. مو زحمة؟ نعم. أنا إذا أطول بهذا الموضوع مو زين، خليني أروح على ملف المخدرات.